طغيان، فساد، قمع، سوء تسيير، سوء تدبير، وقائع عشناها داخل العالم العربي إبان فترات امتازت بقمع الحريات والاستبداد وعشوائية الخطط التنموية، مما عرقل سير الدولة العادي. صبرت الشعوب كثيراً، نالت نصيبها من التعاسة، وفي يوم ما اكتفت، فرفعت أعلام الثورة عالياً، فمنهم من أنجحها ومنهم من لم يحافظ على إرثها، ومنهم من مع الأسف لا زال في صراع أتى على الأرواح من كل الفئات. ثم تداول الناس سؤال ماذا بعد؟ أو بالأحرى لما الثورة؟ الجواب بالنسبة لي يتمثل في أهمية المواطنة الحقة والفعالة. فمن حق غيري أن يكون مواطناً، أن تحترمه الدولة وتحترم مواطنته في كل الجوانب، سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، خدماتياً، بل حتى فكرياً وثقافياً. ففي الجانب السياسي مثلاً، من حق غيري أن يختار دون ضغوط، وأن يمارس حقه الديمقراطي بكل امتياح. من حق غيري أن يرى أثراً لصوته في الانتخابات حين يحلم بالتغيير، فيجد مساحة لتحقيق تلك الأحلام، وحين يلمس لدى المسؤولين الرغبة الحقيقية للتضامن والتعاون من أجل المصلحة العامة والعليا للشعب والوطن. من حق غيري أن يكون له نمط عيش سعيد يناسب ظروفه داخل المجتمع، حين يأتمن ضرائبه في جيوب الدولة عليه أن يراها منعكسة في الطرقات، في المواصلات، في المدارس، في المستشفيات، في المرافق، بكل اختصاصات، بصفة عامة كل الخدمات. أما في الجانب الفكري فمن حق غيري أن يقول ما شاء دون رقابة أو متابعات. من حق غيري أن يكتب دون تحكم في الأقلام، أن ينتقد ما ليس على ما يرام، أن يقول لا حين يجيبها المقام، وأن لا يحاط بالخوف بسبب الكلام. نهاية، دعوني أذكركم بأن الثورة قد كلفت أصحابها غالياً، تضحيات تختلف من شعب لشعب، لكن الأهم أنها ذهبت في سبيل النبل والحرية وتكريس وتفعيل المواطنة كأهداف للثورة. لا يمكن أن نأتي اليوم وأن نقبل بالعودة لماض اختفى فيه مفهوم المواطن واختفى فيه دوره داخل المجتمع. لذلك جئتكم اليوم لأتحدث عن هذا الموضوع، وأجعل لخطابي عنوانا من حق غيري أن يكون مواطناً حقاً وفعالاً. شكراً.